حديث ريحانة، برنامج يختص بسيرة من حمل القرآن في صدره، من إعداد وتقديم دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، إخراج جعفر البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحييكم أجمل تحية مستمعين الكرام، ونبقى معكم في تجوالنا في رحاب دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، لنختار لكم زهرة أخرى أثمرت من حافظات القرآن الكريم في دار القرآن الكريم. ابقوا معنا أعزائنا المستمعين بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، نعود لنتعرف على حافظة القرآن الكريم في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية عزيزتنا حافظة القرآن الكريم، ونتمنى منكم أنه تعرفون عن بطاقتكم الشخصية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحافظة ولاء عباس محمد من دورة الغدير في معهد القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، من مواليد 1975 من النجف الأشرف. بدأت الحفظ قبل 5 سنوات تقريبا، في كل يوم صفحة، في كل أسبوع صفحة واحدة. أحسنتم. كيف تعرفتم على دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة؟ نعم، كان ذلك في الصدفة، كان في مجلس عزاء لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت هناك مدرسة القرآن الست دلال. نعم، وتكلمنا في الحفظ وما شاكل ذلك، فأخبرتني أن في العتبة العلوية معهد جديد انفتح وتم التسجيل. ما هو هدفكم من حفظ القرآن الكريم؟ نعم، الهدف هو طبعا هو الطريق إلى الغاية. الغاية هي حفظي للقرآن الكريم. أول شيء، القرآن الكريم عرفني عن نفسي وقربني إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا سؤال مهم جدا، وممكن أن يستفيد منه جميع الشابات اللواتي يرغبن بالالتحاق في دورات حفظ القرآن الكريم، لو تحدثون عن سيرتكم مع القرآن الكريم خلال هذه 5 سنوات التي حفظتم من خلالها القرآن الكريم في دار القرآن الكريم. طبعا القرآن حياة، القرآن أضاف لي أشياء كثيرة، منها الوعي، الفهم، التعقل، الإطمئنان، كل هذه أضاف لي القرآن. وجدنا هناك صعوبات في الحفظ، في الوقت، الوقت أهم شيء كان عندي، يعني بالنسبة لي حصولي على الوقت. ولكن الحمد لله، يعني اللي يريد شيء يسوي، اجتازينا هذه المرحلة والحمد لله. الآن إحنا في طور التثبيت، حفظنا القرآن كاملا وفي طور التثبيت. كيف حفظتم القرآن الكريم خلال فترة 5 سنوات؟ هذا هو السؤال، يعني وفق برنامج معين، وفق جدول معين؟ كم يوم كنتم تحضرون في دار القرآن الكريم؟ بل هو كان مقرر، يعني كل أسبوع، كل يوم سبت نأتي إلى المعهد، محضرين صفحة مع جزء مراجعة. بعدين يعني بعد تقدم الوقت صار الحفظ 3 صفحات في الأسبوع، 3 صفحات مع جزئين أو أكثر حسب ما يعني استطاعتنا، ما أكو فد يعني في الضغوط علينا، حسب استطاعتنا، والحمد لله وفقنا في ذلك. الحمد لله. ماذا أضاف القرآن، أو ماذا أثر فيكم حفظ القرآن؟ هل تغيرت يعني نفسيتكم، روحيتكم، أو طريقة حياتكم مع القرآن الكريم؟ أكيد 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 أضاف الكثير القرآن. يعني كنا ننظر إلى الأمور من زاوية
الآن ننظر من زوايا كثيرة. أضاف القرآن لنا الاطمئنان، الاستقرار، الوعي، لا أبالغ إذا قلت الاحترام، احترام الناس، نظرة الناس، كلها تغيرت بفضل القرآن وعظمة القرآن. أحسنتم. وهو هذا السؤال التالي، إنه كيف وجدتم نظرة المجتمع، نظرة العائلة لكم بعد حفظ القرآن الكريم؟ نعم، أكيد نظرة إكرام وإجلال يعني لما نحمله من هذه الآيات المباركة، يعني ما أبالغ إذا قلت إحنا المقدمين في المجتمع، مقدمين في كل مكان. ما شاء الله، إن شاء الله مزيد من التوفيق والتقدم. هل واجهتم صعوبات أو مشاكل، وكيف تغلبتم عليها؟ بتنظيم الوقت، كل شيء يعني تقبلين عليه أنه بتنظيم الوقت كلها تهون. يعني إحنا نقول مو سهل حفظ القرآن. أكيد مو سهل، أكيد مو سهل، أكيد مو سهل. ويعني هو كحفظ، وحفظ دقيق، مو حفظ أي مثلا في من كنا بالمدارس محفوظات أو أشعار. هنا أنا يعني نقف عند اللغة، ونقف عند اللحن، ونقف عند التجويد، هاي كلها يعني أمور دقيقة جدا. أحسنتم. سؤال أيضا مهم جدا، وهو أنه يعني بتعبير أنه ما هو أكبر حافز؟ يعني إحنا نعرف أنه الإنسان لما يمر في ظرف معين أو في يعني في تحقيق هدف، وهذا الهدف كبير وصعب، يتواجه أحيانا محبطات، أحيانا يمر بفترات من الإحباط أو من الابتلاءات خلينا نقول. فكيف، ما هو الحافز والدافع الذي شجعكم على أن تتغلبوا على كل هذه الأمور؟ أنا برأيي أنت من يشجع أنت. أحسنتم. أي أنت من يشجع أنت، طموحك هي الحافز. أحسنتم. نعم. يعني كو يستسلم للظروف ويروح رأسا. يعني الإنسان. الحمد لله، يعني بالنسبة أنا إلي ما وقفت قدامي أي ظروف، كان القرآن هو اللي عبرني هذه الظروف الصعبة. أحسنتم. نعم. الآن كلمة أخيرة توجهيها يعني جميع من ترغب بحفظ القرآن الكريم. والله بالنسبة لي يعني أود أنه كل امرأة، ليش أهم قلت كل امرأة؟ لأن امرأة هي مربية وهي الحاضنة للأجيال. كل امرأة تعرف القراءة والكتابة أن تغوص في هذا البحر، حفظ القرآن، حفظ القرآن. القرآن أحسنت. هو دستورنا، القرآن هو الروح، القرآن هو الحياة. أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. نبقى مع فاصل أعزائنا المستمعين، ثم نعود إليكم. نرحب مرة أخرى بالأخت الحافظة ولاء عباس، ونتمنى لها أن يعني تكون في حياة سعيدة ومطمئنة في رحاب كتاب الله، وهي تلك الأم الحافظة للقرآن الكريم. وكذلك نتمنى من أخواتنا المؤمنات أن يحذوا حذوها في العيش والتعايش مع القرآن الكريم، وجعله منهجا لحياتهم كما جعلته هي. وفي يعني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. فهنا يعني لا يحدد أن الإمام عمر محدد لتعلم القرآن مثلا إلا شاب أو إلا طفلة صغيرة أو إلا، لا، في جميع الأعمار، بحيث أنه الإنسان لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون ما زال يعني مستمرا في تعلمه حتى يوافيه الأجل إن شاء الله. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة آياته والتدبر فيها والعمل فيها وخدمة القرآن الكريم أينما حللنا، والحمد لله رب العالمين.